حاج سيدة مراتي؟ ايوه حاج ايوه. لفت عليها وزنت في ودنها. تصور بقى الحاجة سيدة اللي الكل بيحلف ويتحالف بعقلها وحكمتها، الولية دي تاكل بعقلها حلاوة والدوخة السبع دخات عند الدجالين والنصابين وكديات الزار وتبعتر فلوس هيمين وشمال. أعوذ بالله من غضب الله، وهي كانت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ عشان تخلف. مفاهماها انها لو ما خلفتش انت هتطلقها ولا هتروح تتجوز عليها. سامحني يا حاج، انا ما كنتش عاوز اقول لك الكلام ده، بس ما هانش عليا اسيبك في الضلمه. هو في ايه يا صالح؟ ايه اللي حصل؟ اقفلي الباب. ما تقولي بقى في ايه؟ كده برضو يا سيدة؟ أنا تضحكي عليا وتغشيني؟ أغشك؟ أغشك يعني إيه يا حاج؟ ما أنا عرفتي كل حاجة، عرفتي أنت وفتحية كنتوا بتروحوا فين، وقال إيه أنا مصدق. هما دول أولياء الله الصالحين اللي بتزوريهم؟ حصلت يا سيدة، تروحي لبتوع الحدرجة والبدرجة والسحر وتخسري دينك يا حاجة لبيت الله؟ فين صلاتك؟ فين صبرك؟ فين إيمانك؟ أنا عايز أعرف عملت ده ليه؟ علشانك يا صالح. عشاني أنا؟ عشان ما أشوفش الحسرة في عينيك وأنت حاسس إنك محروم الخلفة. إزاي تقولي كده؟ أنا من ساعة ما اتجوزتك وأنت مالي عليا حياتي، وعمري ما حسيت إن في حاجة ناقصاني، وربنا سبحانه وتعالى إداني من النعم أكتر من اللي كنت بتمناه. بس ما ادالكش العيال يا صالح. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده. ربك ما بيظلمش حد ابدا يا سيده، كل واحد مننا بياخد حقه بالكامل. بعدين كفايه انه انعم عليا بيكي. انت ناسيه انا استنيتك قد ايه عشان اتجوزك؟ استنيت 10 سنين لحد ما كبرتي وقدرت اتجوزك. كان ممكن ابوك يقول لي لا مش هجوزها لك واتجوزك لواحد غيري، كان ممكن ابويا انا يفرض عليا اتجوز واحده تانية. شوفي بقى ساعتها كنت هعيش بحسرتي ازاي. بس برضو ما انا مش قادره اديلك اللي كل راجل بيتمناه، مش قادره اجيب لك العيل اللي نفسك فيه. يا ستي انا راضي بكل اللي بعته ربنا وحامد وشاكر فضله. افرضي ان احنا جبنا عيال، كان هيحصل ايه ساعتها؟ مش يمكن يكونوا هم سبب عذابنا؟ انا عذابي بدوء كل يوم وانا بشوف الشماته في عينين كل ست بقابلها وتعرف اني ما خلفتش. وانا مش كفايه عليكي؟ اعتبريني ابنك اللي ربيتيه على حبك. سيده انت كل حياتي ومستحيل هبص لواحده غيرك. بس عايز اقولك نصيحه مهمه، اوعي تبص لغيرك وتقولي عنده ايه. رسول الله.
اللي صحاك يا اخويا؟ هو الفجر جدا؟ لا لسه. امال ايه اللي صحاك؟ شفت حلم. خير اللهم اجعله خير. مش فاكر منه حاجة. وبعدين معاك يا حاجة هتفضلي قاعدة كده فكرك عمال يودي ويجي؟ ده ما كانش حلم ده. بنت هنية فين؟ جوه بتعصر لي القوطة. خايفة لا يبقى كلام الولية فتحية ده حقيقي يا اختي بقى. ما انا قلتلك اذا كان دفنية الحاج كان زمانه عمله من زمان.